المهم اختي انا مني ضرب ولد خالي ضرب هنايا، مني بغى يمشي مشيت مع انا نخيط انا وخويا غادي انا ويا. الحاجه اللي كيقول لي الوحيده هي كيقول لي انا راسي دارني، كيقول لي الحريق ليا في راسي. كنقول انا غير وقع لحيت ضربه صغيره، داكشي علاش راه دابا تبرى الوقت اللي قربنا ما بقى والو الوقت باش غنوصل للسبيطار. السيد صافي تحشوا على رجلي، يعني داك الوقت داخله الموت. وصلت لحدا السبيطار مشيت انا كنقيدو، دخلوا خويا وولد خالي واحد اخر يتقيد، ما جا فين يجيو عنده باش يديروا ليه الدواء ويخيطوا ليه، من وراها السيد بدا كيجحرج، داك الجحرجه ديال الموت. غمض عيني، خرجوا لي جوج دمعات، غمض عيني داك هي التغميضه ديالته حتى داموا الامانه امانته ما حلهاش. ملي كنا غاديين في الطريق قلت لي علاش شكون اللي تاخذ لك التليفون؟ قال لي خذوا لي اختي التليفون من جيبي، من جيبي خذوا لي التليفون وانا حقي ما غنسمحش فيه. قلت لي كون عسمحتي في التليفون جيتي؟ قال لي لا هو التليفون خديته، بقيت تاخذي تليفوني. والحاجه عاوتاني الثانيه بان السيد اللي ضربو انا هذه شاهد عليها، كي جيت لهنا قال لهم انا ضربته وتلقتي غنقتلو، جات لهنا قال لهم اه ضربته ولقتي نقتلو. واختي غنقول لك الله ما كنظنش صحابو، لان داك النوع ما اصلا تخلي ما غيصحش مع داك النوع، وتخلي درويش صحابو نقيين، عنده واحد صاحبو نقي، اما داك النوع انا ما كنظنش غيتصاحب معاهم اصلا، لانه جاهم بين علم اجرام اصلا هما مجرمين. انا من النوع ما تقدريش تسلمي عليه ولا تقولي لي سلام. وكيف ما قالت لك اختو انا كنطالب بحاجه وحده، الا كانت الحكومه ما قدرتش توصل لهاد الجوج انا كنطالب يشدوا امه يشدوا باه يشدوا خوه حتى يجيو هاد المجرمين ياخذوا ناخذوا حنا حقنا في خونا. دمو ما يمشيش هكاك، امو على الاقل تبرد شويه، راه حالتهم مسكينه ما هي حاله، با حالته ما هي حاله. الصراحه الله يكون في عونهم، الله يرزقهم الصبر، وهو الله يرحمه وهذوك الله ياخذ فيهم الحق. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هادشي اللي غنقول اختي.